بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم مراسل النيل، تقارير أسبوعية متنوعة مع مراسلين من مختلف الأنحاء. مشاهدينا، الخميس الماضي كانت الذكرى 47 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، 14 سنة قضاها في فترة حاسمة في حكم مصر، شهدت قرارات غيرت مجرى التاريخ وأحداث ولحظات مصيرية يحكيها ويشهد عليها جدران منزل الأمة في منشية البكري، واللي تحول دلوقتي لمتحف يحكي قصة الزعيم جمال عبد الناصر. هنزوره معاكم النهاردة في حلقتنا من مراسلو النيل من متحف الزعيم، وهنروح في تقرير تاني مختلف للعام الدراسي الجديد واللي بدأ الأسبوع الماضي، لتصبح الدراسة دلوقتي الهم الشاغل للأسر المصرية. النهاردة في مراسلو النيل هنتعرض لإحدى الصعوبات الدراسية واللي ممكن يواجهها الطالب، اضطراب إيرلين أو متلازمة إيرلين. هي إحدى الصعوبات في الرؤية واللي قد يجهل الكثير تشخيصها حتى من أطباء النفسية والعيون، رغم ما تسببه من ضعف شديد في القراءة وتؤثر بشكل حاد على تحصيل الطالب الأكاديمي وكمان بتفقده الثقة في نفسه. وقفتنا الأخيرة مع الفنان المصري حسن الشرق ابن النيل، واللي انتقل سحر النهر الخالد لأنامله ليرسم لوحاته دون دراسة، بس اعتمد على موهبة ربانية أثقلتها الطبيعة واللي عاش ولا يزال بين أحضانها، متحفه أو منزله على ضفاف النيل في محافظة المنيا. حسن عبد الرحمن حسن تمرد على مهنة أبائه في الجزارة حتى جاله الفرج زي ما بيقول مع سيدة ألمانية زارت قريته وانبهرت بفنه، ليبدأ بعدها مباشرة رحلته في المعارض الفنية في كل أنحاء العالم. مشاهدينا، هنبدأ بعد الفاصل أول تقاريرنا مع حضراتكم. داخل بيت بمعسكر الحرس الجمهوري في منطقة منشية البكري عاش الزعيم جمال عبد الناصر وأسرته. قرارات مصيرية، لحظات نصر، لحظات هزيمة، زيارات لزعماء العالم، تاريخ طويل تحكي جدران المنزل واللي شهد 18 سنة من حكم الرئيس الراحل، واللي أهدته أسرته للدولة بعد وفاة السيدة تحية زوجة الرئيس الراحل، ليتحول بعد كده لمتحف يحكي قصة حياة وكفاح وطن. محمود العزالي في متحف الرئيس جمال عبد الناصر. عاصرته أم لم تعاصر فجره؟ لن يخلو قلبك من حلمه المترامي. فتش زوايا القلب وحطم قيدها. هل ينكر التاريخ وقائع الأيام؟ جدل يصاحب دائما سير الكبار، وفي الملاحم حضورهم إلزامي. السيد الزعيم جمال عبد الناصر ما كانش مجرد زعيم لدولة أو جمهورية مصر العربية، وإنما كان زعيم الأمة العربية، فكان ليه محبيه في العالم كله، على الإطار المحلي، على الإطار العربي، وعلى الإطار الدولي. فكان مهم كتير انه يكون في حاجه بتخلد ذكرى السيد الزعيم، مش فقط قراراته او الفيديوهات الخاصه بيه او الوثائق اللي كانت موجوده في عصره، وانما بيته وحياته والجزء الانساني الخاص بيه. ولذلك تم انشاء المتحف اللي بيخلد هذه الذكرى. احنا الجزء اللي احنا موجودين فيه حاليا ده الدور الارضي من منشيه البكري، الجزء الرئيسي الخاص بفيلا السيد الزعيم، والجناح اللي احنا موجودين فيه حاليا ده الصالون الخاص بالسيد الزعيم، واللي لسه زي ما هو على حالته بالأثاث الخاص بيه، وهو مكون من جزئين. الجزء الرئيسي أو الجزء الكبير ده اللي كان بيقعد فيه السيد الزعيم وأسرته وأصدقائه، وكمان رؤساء الدول والأصدقاء اللي كان بيجمع ما بينهم وبين السيد الزعيم علاقة قوية. فنلاقي السيد الزعيم جمال عبد الناصر حتى احتفظ ببعض صور أصدقائه، اللي منهم تيتو رئيس يوغوسلافيا، نهرو من الهند، أنديرا غاندي من الهند، عبد السلام عارف من العراق، نكروما من غانا، والكثير من الأصدقاء اللي كان بيجمعهم بعلاقة قوية. أما الجزء الثاني من الصالون فهو جزء أصغر من الجزء اللي احنا موجودين فيه حاليا، وكانت بتستقبل فيه السيدة تحية كاظم زوجة السيد الزعيم، السيدات الأول زوجات السادة الرؤساء في الصالون ده المكتب الرئاسي الخاص بالسيد الزعيم، وده برضو موجود في
الدور الأرضي في مشية البكري الفيلا أو منزل السيد الزعيم. المكتب الموجودين إحنا فيه حاليا مقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول جزء الانتظار الخاص بالزوار اللي بيتفضلوا حتى موعد اللقاء، المكتب اللي إحنا موجودين فيه وملحق به الصالون الشتوي اللي كان السيد الزعيم بياخد فيه قراءاته في نهاية اليوم أو على مدار اليوم. المكتب اللي إحنا موجودين فيه شهد كثير من القرارات الحازمة والقوية للسيد الزعيم على مدار عمره الطويل. الخشب كله زي ما هو، الأجهزة زي ما هي، إن كان جهاز التلفزيون، جهاز الراديو، أجهزة تنقية الهواء السنترال الخاص بالسيد الزعيم. الغرفة الخاصة بالسيد الزعيم برضو احتفظنا بالتخليد والذكرى الخاصة بالسيد الزعيم في غرفة نومه، فهي على حالتها الأصلية، ما تغيرش فيها أي شيء، الأثاث زي ما هو. هنشوف فيها كمان التلفزيون الخاص بالسيد الزعيم، هنشوف السنترال الخاص بالسيد الزعيم في غرفة النوم، هنشوف فيها فلاتر هواء لأنه السيد الزعيم كان مدخن، وفي الأيام الأخيرة من حياته تأثر كثيرا بالحالة الصحية، فنصحوا الأطباء بوجود فلاتر الهواء لتنقية الأجواء من حوله. مخلد متحف السيد الزعيم جمال عبد الناصر ذكراه ومحطاته السياسية الهامة، خلدنا برضو جزء أو جناح كامل عن الجوانب الإنسانية والاجتماعية الخاصة بالسيد الزعيم. فنلاقي عندنا قاعة المقتنيات الخاصة بتضم صوره هو وزوجته وأولاده في مناسبات مختلفة، في المصايف، في حديقة مشية البكري، في مواقف اجتماعية متنوعة، حتى العدد بيفوق المئات من الصور الخاصة بالحياة الشخصية للسيد الزعيم. هنلاقي كمان في قاعة المقتنيات الخاصة بعض الأشياء الخاصة به زي ملابسه الخاصة به، قبعاته، أحذيته، الكرافتات الخاصة به، بعض القمصان. كمان هنشوف الدبل الزفاف الخاصة به هو والسيدة تحية. هنلاقي برضو في القاعة دي الشطرنج الخاص بالسيد الزعيم، هو كان محب جدا لعبة الشطرنج وهي لعبة الأذكياء اللي كان بيتميز بها السيد الزعيم. هنلاقي برضو ماسك للوجه والكف، كان الفنان جمال السجيني أخده للسيد الزعيم وعمله له مخصوص. هنشوف كمان العالم الثالث اللي تم بتكفين التابوت الخاص بالسيد الزعيم، وده كان ثالث عالم بعد ما الجماهير كانت بتنهال على التابوت عشان بس يتلمسوا اللقطات الأخيرة في حياة السيد الزعيم، فكان ده ثالث عالم تم تغييره على التابوت. وفي جناح مشهور أو محور رئيسي قايم عليه برضو فكرة إنشاء المتحف، وهو جناح الميديا واللي بيضم قاعة حكاية شعبه، ودي بانوراما عن فيديو كامل بمدته 4 أو 5 دقائق بيبتدي من حريق القاهرة وحتى قيام الثورة. في لقطات سريعة بنقول للزائر اللي عندنا إحنا عندنا إيه في مصر، أو إيه أهم الأحداث اللي كانت موجودة في مصر. قاعة المقتنيات الموجودة بالدور الأرضي دي أحد المحاور الرئيسية لزيارة متحف السيد الزعيم جمال عبد الناصر، لأن إحنا بنشوف فيها أهم الهدايا والنياشين والقلائد الخاصة بالسيد الزعيم اللي تقلدها على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى الدول العالمية. فنلاقي مثلا وسام الاستحقاق، وسام النيل، دي من الأوسمة الشهيرة اللي تقلدها السيد الزعيم. كمان بنشوف في القاعة دي بعض الهدايا التذكارية اللي وصلته من دول متنوعة، كان منها مثلا علاقته بالملك فيصل رحمة الله عليه ملك المملكة العربية السعودية، والإهداءات الخاصة بالخناجر والسيوف المقلدة أو المطعمة بالأحجار الكريمة وهي من الذهب الخالص. كمان بنشوف إهداء الملك فيصل للزعيم جمال عبد الناصر ضلع كامل أو شريط كامل من كسوة الكعبة. كمان بنشوف تكريم شديد للسيد الزعيم ومحبة فيه، إن بعض الدول أهدته مفتاح المدن الخاصة بها زي مدينة مفتاح مدينة تعز باليمن ومفتاح مدينة السلام بالمغرب. كمان بنلاقي في القاعة دي كتير من الصور التذكارية اللي بتخلد حياة السيد الزعيم، وصور تانية بتضم السيد الزعيم مع بعض الرؤساء وكبار الشخصيات. وتم افتتاح متحف الزعيم جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 2016 بالتزامن مع الذكرى 46 لرحيله في البيت الذي كان منزله سابقا الكائن بمنطقة منشية البكري شرقي القاهرة.
من متحف الزعيم جمال عبد الناصر محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. إنها مشاهدينا ذكريات يحكيها التاريخ، واللي بتخلد ذكرى وفاة الرئيس الراحل، ويعني يمكن قرارات مصيرية شهدها المكان، إنه متحف الزعيم جمال عبد الناصر. مشاهدينا هنروح لموضوع آخر خاص بالعام الدراسي الجديد. لما بيطلب المعلم من الطالب القراءة فبنلاقي الطالب مش قادر أو بيقرأ ببطء، ترجع الأم بعد كده مع ابنها أو بنتها تحب تراجع معاه المواد الدراسية، فتلاقي ان الطفل مش قادر يقرأ، وتبدأ الام في تعنيف الطفل وتوبيخه، وان يعني في الاخر بنوصل لطفل غير قادر على التعبير، بيصاب تحديدا بصداع يشعر به، وما بيعرفش ازاي يصف انه بيرى الحروف متشابهة وغير ثابتة امامه. انه طفل مصاب بمتلازمة ايرلين، واللي اكتشفتها الاخصائية التربوية الامريكية هيلين ايرلين، واللي اكتشفت ان كل ما يحتاجه المصاب بالمتلازمة هي عبارة عن عدسة ملونة تعيد ترتيب الحروف والأسطر أمامه. المزيد عن اضطراب إيرلين وعلاجه في التقرير التالي مع أسماء حسن. هناك مفهوم خاطئ بأننا جميعا نرى الأشياء بنفس الطريقة، وأننا نرى الكلمات لا تتحرك والمسافة بين السطور متساوية، لكن هذا ليس صحيحا دائما. فرؤية الأشياء أمامك متداخلة، والحروف تجري على الورقة في مسارات، والكلمات تدور مثل الدوامة في حركة دائرية، كلها أعراض لمن يعاني من متلازمة إيرلين. ممكن حد تجيله كاستعداد وراثي، وبتبقى استعداد وراثي في بعض العائلات نتيجة اختلافات أو خلل في جينات معينة مش معروف سببها إيه، وبالتالي ممكن بيكون بقى الطفل وحد من والديه الأب أو الأم وحد من الإخوات، ممكن توصل للجدود أو العمات أو الأخوال. وعشان كده احنا بقى حريصين في الجلسة ان بيبقى فيه حد من الأب والأم موجودين معانا. وناس تانيين ممكن تجيلهم مكتسبة نتيجة أمراض معينة أو حوادث، يعني يبقى الشخص مش مولود بالمشكلة دي لكن تعرض لظروف صحية أو ظروف بيئية معينة وهو عنده الاستعداد فبدأت الأعراض تظهر عليه بعد كده. اكتشفنا فعلا أن في أطفال كتير بيعانوا من متلازمة إيرلين، اللي هي بتتلخص في أن في مشكلة في الإدراك البصري عند الطفل، هو بيشوف الكلام فيه تشوهات كتير. العدسات الملونة دي بتعمل حماية مش بس العين، بتعمل حماية للدماغ، لأن بتحمي الدماغ من كل الموجات الضوئية اللي بتبقى مثيرة ليها وتبتدي تخلي الأعراض تظهر، فرؤيته للبيئة المحيطة بيه كلها بتتحسن، إدراكه بيتحسن، الإجهاد اللي عليه بيقل، الأعراض الجسمانية سواء صداع أو وجع في عينيه أو زغللة أو حتى النوم بيتحسن، حتى الهدوء النفسي بيتحسن، حتى الناحية الاجتماعية بتتحسن، لأنه بدأ يشوف الدنيا طبيعية زي ما احنا شايفينها. نقطة التحول بدأت مع الطفل علي عمر وفقا لوالدته، عندما عنفته مدرسة لعدم قيامه بواجباته المدرسية، وإيمان الأم بقدرات ابنها في تلك اللحظة جعلها تبحث وراء المشكلة لتكتشف أعراض متلازمة إيرلين لدى ابنها. المدرسة كان المفروض ان هي مدياله ورق يحط الصورة قدام الكلمة ويوصلهم ببعض. طبعا علي ما كان ملحقش يكمل الصور او حاجة، فما كان من المدرسة دي الا انها مسكت الدفتر بتاع علي ورمته في وشه، وده كان سوء معاملة واضح جدا منها، ان هي بتفضل الاطفال، في طفل بيخلص في طفل ما بيلحقش يخلص، هي ما كانش عندها هو ليه ما يعني هي مش قادرة تقرر هو ليه ما بيخلصش، هو ليه ملحقش يعمل دون، وما كانش فيه عندها حتى نقاش مع الأهل ايه سبب المشكلة. من ساعة الموقف ده ما حصل وسوء معاملتها لعلي قررت ان انا افحصه. علي عمر البالغ من العمر 13 عاما كان يعاني من صعوبة القراءة والرؤية بوضوح اثناء الدراسة بسبب المعاناة التي سببتها له اعراض إيرلين، ولكن الامر اختلف مع علي بعد ارتدائه العدسات الملونة. دراستي بدأت تبقى أسهل، أو بدأ التجاوب ما بيني وما بين صحابي بدأ يبقى أحسن، وبدأت كمان بدأت حتى في حتى لما بقلع النضار شوية بدأت حالتي تبقى يعني شوية أسهل، يعني ما بقتش بحس بنفس المشاكل اللي هي قبل النضارة، يعني هي حتى بعد ما بقلعها بحس بشوية
يعني تغيير عن قبل النضارة. وأمل كثيرون في نشر الوعي بأعراض المتلازمة في مصر من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات لإنقاذ العشرات من المعاناة التي قد تسببها متلازمة إيرلين في التعليم. أسماء حسن لبرنامج مراسل النيل. مشاهدينا، ومن التقرير ده هنروح لتقرير تاني مع تاسع أفضل فنان تشكيلي على مستوى العالم. لما هتشوف لوحاته وألوانه هتفتكر أنه من إبداع أحد المصريين القدماء. كمان لما هتراه يمكن تفتكر أنه فرعون مصري لا يزال يعيش، أنه حسن الشرق ابن محافظة المنيا واللي عاش حياته كلها بين أحضان نهر النيل ولا يزال يرسم لوحاته بمواد من الطبيعة زيه زي المصري القديم. حتى أنه دراسات أجنبية على لوحاته أثبتت أن ألوانها بتفضل ثابتة دون تغيير لمدة قد تصل لألف سنة. نتابع حسن. فنان بلون الطبيعة، إنه حسن عبد الرحمن بن 69 ربيعة. ولد ونشأ ومارس فنه بين حنايا وجدران قرية الصغيرة زاوية سلطان بمحافظة المنيا. أطلق عليه حسن الشرق أو الفرعون الهارب بعدما زاع صيته عالميا وتخطت رسوماته حاجز البحار والمحيطات. استطاع الفنان حسن الشرق أن يؤرخ بفرشاته لألوان من الفنون والآداب ذات الطبيعة الريفية الخلابة التي زينت جدران متحفه لتسجل براعة الفنان المصري الحديث. أنا من أبناء زاوية السلطان. زاوية السلطان دي قرية من ضمن الريف المصري، ويمكن من القرى اللي هي ضخيمة أو بصفاتها البكر حتى الآن لما تغير منها كتير، رغم أن قرية يمكن في حضن الجبل مصرومة جدا سكنيا ما بين الجبل والنيل، منطقة يعني نقدر نقول في وسط المقابر. أنا دائما بقول بفتخر بهذا المنطقة اللي أنا اتولدت فيها. اصطحبنا المبدع القروي في جولة بين لوحاته التي كونها عبر 50 عاما من البحث والتأمل. في واشنطن في أمريكا بتعمل مهرجان سنوي من كل دولة، واحدة واحدة بس، يعني ممكن من الهند واحدة، ممكن من باكستان واحد، ممكن من فلسطين أو بيت لحم واحد، ممكن من مصر هو أنا، تشيسلوفاكيا روما، 300 فنان على الكرة الأرضية. بنعمل مهرجان سنوي في أمريكا وبالأخص في مدينة سانتا فيه. رسم الفنان حسن الشرق لنفسه منهجا وأسلوبا تفرد به عن غيره، فهو يعتز ببيئته وما تحويه من معطيات. كذلك جسد الفنان حسن الشرق من خلال لوحاته قصصا وملاحم فنية لكثير من الأدباء والشعراء. التجربة دي آخر تجربة أنا عملتها، أنا قبل كنت بعمل التجربة بتاع الأستاذ عبد الرحمن الجنودي والأستاذ جمال الغطاني. يعني بنتكلم عن جمال الغطاني وعمل ألف ليلة وليلة أو تقديم ألف ليلة وليلة، وبعدين قدمنا في الكتاب شهرزاد وشهرزاد بلغنا أيها الملك السعيد سرائي الرشيد في ليلتنا كذا، وفي آخر خالص باب القصة هو أدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام، يعني لوحة مقروءة وفي نفس الوقت لوحة. البطل فيها بيكون الديك اللي هو بيقول بكرة اليوم انتهى، وشهرزاد كده يقول له هنكمل بكرة، وعاشت معاه الألف ليلة وليلة. عاش الفنان حسن الشرق ذكريات لا تنسى، وقد انتابته لحظات صمت عميق قبل أن يحكي عن جولاته ومشواره الفني وما اعتراه من صعوبات رسخت عقيدته في الإصرار والتحدي. عشان أنا أحلم بالمتحف، فبدل ما المتحف يكون محتقن لوحات حسن الشرق، ليه ما يكونش فيه قاعات وفيه أغلى الأعمال الفنية؟ فعملت الطريقتين، البند الطريقة الأولى إن أنا أزور دولة، أنا مثلا في أمريكا بيجوا رواد الفن والفنانين بيعزموني على مراسمهم، فبقول لهم يا جماعة أنا ما عنديش فلوس كتير، وأنت حبيت شغل وأنا حابب شغل، وأنت تاخد لوحة ولا لوحة. أما عن سر حياته وبساطته الملحوظة فقد تلخصت في عشقه الجم لواهب مصر الحياة. نيل مصر العظيم ملهمه البساطة والفن والذوق الأصيل بزرقة لونه ومياهه التي شكلت سر موهبته ومكون ألوانه. عدنا لنلتقط أنفاسنا مع عم حسن وتناول الشاي الذي أعدته رفيقة دربه وسر نجاحه. دفعتني بساطته واعتزازه بأدواته إلى الإمساك بفرشته وأدواته وأن أحاكيه، لكنه خاطبني ضاحكا أن ما أفعله هو كتابة وليست رسما. وسيظل يرسم حتى يموت بين ألوانه وأوراقه وفي متحفه الذي يعتبره نموذجا يحتذى به وعلامة في تاريخه الفني وفي تاريخ بلدته الصغيرة
بني سلطان بمحافظة المنيا، تلك القرية التي دفنت فيها هدى هانم شعراوي والإمام القرطبي منذ عشرات السنوات، فمتحفه يجاور العظماء ويستقبلهم وأبوابه مفتوحة وابتسامته الفرعونية المميزة ستبقى آخر رحلتنا في متحفه الخاص. أحمد رفعت، مراسل النيل. مشاهدينا، إنها موهبة ربانية أدت لي رسم العديد من اللوحات الفنية الرائعة. مشاهدينا، بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من مراسل النيل، على وعد بلقاء يتجدد معكم أسبوعيا. إلى اللقاء.